مرة الافتتاحية تكون مسك مع أكيد فضيلة الشيخ اللي دايما مشرفنا كل صباحة وموضوع جديد. صباحكم مبارك فضيلة الشيخ، إن شاء الله تكونوا بخير. أسعد الله صباحكم وصباح المشاهدين الأكارم، بعد أن أحييكم بتحية الإسلام أولها سلام ووسطها رحمة وآخرها بركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. حسنا، نحن نعتذر منكم مع ارتفاع درجة الحرارة، إلا وأنكم يعني تلبيوا دايما الدعوة وتجيوا كل موضوع، كل مرة تتطرقوا إلى موضوع مع المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا، والكل حقا استحسن كل المواضيع المقترحة عبر برنامج صباح الخير يا الجزائر. هذه الصبيحة أيضا بما أنكم كنتم تحدثتم الأسبوع الفارط مع زميلتي فاطمة حول محرم وحول الهجرة كذلك، بما أننا دائما في هذه الأيام أيام الهجرة نبقاو دائما في صلب الموضوع، ولكن اليوم راح نتحدث على موضوع الصحبة والصحابة اللي كانوا أكيد مع رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، خاصة الصحبة اللي أكيد مع أبو بكر، لأنه هو اللي كان هاجر معاه في الأول. يلا خلينا نستمتعوا بأحلى القصص التي كانت ما بينهما فضيلة الشيخ. بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وأعظم بها وأنعم بها من صحبة كيف لا، وهي صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نال شرفها ونال الفضل نتاعها هو سيدنا أبو بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الإذن من الباري جل جلاله بأن يكون رفيقا له وصاحبا له أبو بكر. آمين سبحانه وتعالى، لم تكن صدفة فضيلة الشيخ أبدا نعم. وإنما كان ينتظرها أبو بكر وكان يطلبها أبو بكر، ويكفيه أنه لما جاء الأمر بالهجرة وبدأ الصحابة يهاجرون كان يترقب وقلبه متعلق ينتظر أن يكون صاحبا ورفيقا لرسول الله، ويكفيه أنه اشترى راحلتين، يعني الدابتين اللي سافر عليها نعم. راحلة له، واشترى راحلة أخرى من أجل رسول الله. فلما جاءه في وقت لم يتعود أن يزوره صلى الله عليه وسلم، في ذلك أدرك بأنه قد حان وجاء الإذن بالهجرة. كانت فرحة عارمة فضيلة الشيخ. أكيد هذه الفرحة لاحظتها أمنا عائشة رضي الله عنها نعم. لاحظت موقفا عجيبا لأبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قالت لما أنبأه وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رفيقه وأنه صاحبه ومرافقه في هذه الرحلة، قالت رأيت أبي يبكي من شدة الفرح، وما كنت أعلم قبل هذا أن الرجل يبكي من شدة الفرح، ما كانش عندي المعلومة باللي الواحد لما يبكي أو لما يفرح يبكي. يبكي نعم. قالت لما رأيت أبي يبكي من شدة الفرح لأنه جاءته البشارة بأن يرافق ويسافر ويهاجر مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. وأعظم بها من رحلة كانت مليئة بالمخاطر وكانت مليئة بالحب الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك ربما بعض القصص أكيد رواها الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض المواقف ربما أو من طرف أبو بكر، يعني ما حصل لهما أثناء ربما أثناء السفر، بعض الأحاديث التي ربما من أجمل المواقف نعم التي نعم سوف نعيشها، لحبذا لو نسمعها منك فضيلة الشيخ. أكيد سوف نعيشها مع إخواننا الذين يتابعوننا نعم الساعة، مواقف جميلة نعم. يكفيها أنها مطاردون وأربعون سيفا من أربعين قبيلة سبحان الله يتهجمون ويتهيئون على قتلهم، والجائزة الكبرى التي وضعتها قريش لمن يأتي بهم حيا أو ميتا مئة ناقة ربما نقربوا المشاهد الكريم ونقربوا لها كالصورة، يعني من كان مبلغ كبير يعني أيوة من أفخم السيارات اللي راها اليوم ربما ما نش عارف شحرها المبلغ نتاعها مليار والله كذا، معناها 100 مليار اللي يجيبهم حيين ولا ميتين سبحان معناها الله. كانت الجائزة أو المكافأة كانت كبيرة وكانت ضخمة اللي ربما تتوجه لها الكثير من الفرسان ومن الشجعان من يأتون برسول الله وصاحبه أبي بكر سواء ميتا أو حيا، وهذا كان ينتظر أبو بكر الصديق رغم أن طريق الهجرة كان مخالفا على الطريق الأساسي الذي كانت تتبعه القوافل، ولكن أدركوهم وكان القفاة الأثر اللي يقتفون الأثر يتبعونهم، فكان سيدنا أبو بكر الصديق
يمتلئ خوفا على رسول الله وليس على نفسه. سبحان الله. ولما وقف بهم الحال إلى غار ثور الذي اختبأوا فيه مدة 3 ليالي. نعم. فلما وقفوا عند الغار فطلب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من رسول الله أن يبقى خارج الغار ويدخل أبو بكر الصديق الغار قبله. يستفسر يعني ما الغاية من ذلك؟ أنه نزع ثيابه وكنس ذلك الموطن بثيابه، فإذا به يرى بعض الثقوب في ذلك الغار، فبدأ يمزق ثيابه ويسدها حتى لا تخرج منها هوام أفاعي أو أقارب أو إلى غير ذلك مما يكون أو يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي هنالك غار أو غاران، وهذه القصة قال فسدها أبو بكر برجليه رضي الله تعالى عنه. وينتابه ذلك الخوف الشديد من أجل أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف. الموقف الثاني الذي ربما كذلك نأخذه من هذه الرحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وهو مطمئن، لأن في هذا الموقف لما وقفت قريش على الغار وبدأوا لو نظروا، هكذا يقول أبو بكر، لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا. كانت ربما حكمة من سبحانك. يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فكان مطمئنا صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يسير مطمئن، إلا أن أبا بكر الصديق وهو يسير معه تارة يسير أمامه وتارة يسير خلفه وتارة يسير عن يمينه وتارة تجده عن شماله. فلفت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحركة التي كان يقوم بها. فقال له أكون أسير فأذكر الرصد، يعني بلك رهم قدامك. نعم. فأسبقك حتى يكون هو فداء لرسول الله. ومرة أتذكر لعلهم يأتون من الخلف. نعم. فأتخلف وأجيء خلفك. ومرات أقول ربما عن يمينه وعن شماله، وهكذا في سيره. وموقف آخر في هذه الهجرة موقف جميل جدا 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 جدا، وهم في رحلتهم أصابهم أكيد الصحراء وقاحلة، ومن المدينة من مكة إلى المدينة يعني أكثر من 500 كيلومتر، هذا سفر وليس بالطريق ربما الإخوان اللي رحم كرمهم الله عز وجل بعمرة وحجة وزيارة ذلك المكان يرون ذلك الطريق، ولكن ليس ذلك الطريق الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طريق صعب جدا وليس هو الطريق الذي كانت تسير معه القوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء سيرهم مع سيدنا أبو بكر الصديق أصابهم عطش شديد، إلى أن وقف بهم الحال وجاءوا بمضقة لبن، فجاء باللبن سيدنا أبو بكر الصديق وقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه بذلك الحب وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب. ويحكي القصة أبو بكر الصديق قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. حتى ارتوى هو. نعم. من الذي شرب؟ رسول الله. ومن الذي ارتوى؟ أبو بكر الصديق. موقف جميل وموقف عظيم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحب وذلك التعلق مع رسول برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في سفرهم ففي لحظة استراحة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستريح في حر الظهيرة، فمن الذي جعل له ذلك الظل؟ أبو بكر الصديق. رسول الله نائم وأبو بكر الصديق ظله ويحميه من حر الشمس. هذا هو الحب الحقيقي، وهذه هي الصحبة، وهذه هي المرافقة التي عاشها أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحياته كلها كان صاحبا له وكان مرافقا له، سواء في بداية الدعوة أو في الهجرة إلى موقف آخر وأعظم، وهو حتى موقف الدفن، أنه دفن بجواره صلى الله عليه وسلم. لم يدفن في مقابر المسلمين ولم يدفن في البقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، في بيته منى عائشة رضي الله تعالى عنها. فكان أبو بكر الصديق يعني بعد وفاة النبي وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يحز في قلبه أنه أن يكون بجواره حتى في قبره. ذلك الحب وذلك الوفاء وتلك الصحبة. موقف آخر وموقف عظيم كذلك
ربما والمواقف كثيرة لأبي بكر الصديق. فأحد الأيام يمرض وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بمرض، فدخل عليه الصديق فوجده على تلك الحالة، فمن شدة حبه له صلى الله عليه وسلم لم يتحمل ذلك، وخرج من عند رسول الله مباشرة إلى بيته طريح الفراش. مرض أبو بكر الصديق من نظره لمرض رسول الله، فقد رأى بأن رسول الله مريض فأصابه المرض وسقط طريحا في فراشه. فلما شفي النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن أبي بكر الصديق فعلم أنه مريض، فعاده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزور أبو بكر الصديق وليعود أبو بكر الصديق، فانتعش من لحظته وقام من فراشه وكأن ليس به مرض، وقال تلك الأبيات المشهورة المعروفة، قال لعلها مشت هذه الأبيات، إذا تذكرتها في هذه الحصة سوف نذكر بها المشاهد الكريم. قال عدت، أو لما عدته، حتى في نهاية هذه الأبيات قال فشفيت من نظري إليه، فشفيت من نظري إليه، لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصابه المرض والعلة، ولكن لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم شفي من مرضه رضي الله تعالى عليه. هناك مواقف كثيرة في حياة أبي بكر الصديق مع، أو في صحبة أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقف عظيمة تبرز وتظهر حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبه لأن تكون هذه الرسالة رسالة الإسلام، أن تصل إلى المسلمين، وأن يحمل ذلك الهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربما الإخوة المشاهدين الكثير منا لا يعرف الاسم الحقيقي لسيدنا أبو بكر الصديق، هذا لقب فقط، أبو بكر لقب والصديق لقب، ولكن اسمه هو عبد الله، عبد الله، عبد الله بن عثمان، عثمان، عبد الله بن عثمان، وأبوه يلقب بابن أبي قحافة، وعبد الله، فهذا اسم سيدنا أبو بكر الصديق، إلا أنه لقب بأبي بكر لأنه أول من أسلم من الرجال وأول من بكر بالدين، ولقب بالصديق، وهذا المثال الذي سوف هذا المثال الذي سوف نذكره لماذا سمي بالصديق. فحاز هذا اللقب بجدارة في صبيحة الإسراء والمعراج، لما جاء الخبر لقريش وأخبرهم بأن النبي، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به ليلة البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. فكانت هذه الرحلة فاستغربها المشركون في ليلة واحدة، وهي كانت المسافة ذهابا وإيابا أكثر من شهرين، تروح أنت في ليلة واحدة وترجع وكذا، وبدأت الحكاية طويلة ويسألونه ويجيبونه، ولكن لم يقبلوا هذه القصة كيف له أن أسري به، ولم يذكر قصة المعراج، فقط الإسراء، أخبرهم بالإسراء، لم يخبرهم بقصة المعراج أنه أعرج إليه إلى ما فوق سدرة المنتهى. فجاءوا إلى أبي بكر الصديق ليخبروه حتى يستعظم هذا الأمر، أو ربما يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه رضي الله تعالى عنه. فلما أخبروه بقصة الإسراء والمعراج قال لهم أصدقه في أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. كان يقول لي أودي راه مشتل للسماء نصدقه، ماشي صدقه، أمن به، أمن به من البداية من، يعني هذا هو، فسمي بالصديق من هذه، من هذه الحادثة. نعم. فهذا سيدنا أبو بكر الصديق وعلاقته برسول الله. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الصدقات. نعم. فيقع أو تلك المسابقة بين أبو بكر وسيدنا عمر، سيدنا عمر قال لأسبقن اليوم أبا بكر، فحمل نصف ماله وجاء به إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أبو بكر الصديق، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال لهم أبقيت لهم مثل ذلك يا رسول الله. وهو جالس وبسيدنا أبو بكر الصديق يحمل جميع ماله ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله رسول الله صلوا على رسول الله عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال له أبقيت لهم
الله ورسوله. سبحان الله. سيدنا عمر من هذا اليوم قال ما نزيدش نسابق سيدنا ابو بكر الصديق. لن تكون هناك منافسه، لن ستكون خاسره اكيد. وقصص كثيره في 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 الانفاق، فانفق ماله او ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في احد الحكايات او احد القصص يروى انه رضي الله تعالى عنه وهو ملء الثرياء، قيل كان له 7 متاجر وقيل له كانت 9 متاجر، لما جاء الترغيب في الصدقه وكانت الفاقه والاحتياج فبدا يصدق بامواله، وذاع الخبر وشاع بأن ابن أبي قحافة يعطي الفقير والمحتاج والمسكين، فبدأت تأتيه الوفود، فبدأت المتاجر تنفذ، المتجر الأول والثاني والآخر، إلى نفذت جميع المتاجر كلها في سبيل الله. ثم بعد ذلك لازالت الوفود تتوافد على أبي بكر الصديق، وإذا به يلتفت إلى أثاث بيته ويتصدق، ولم يبق شيء في بيته إلا وتصدق به، وبقي في منزله فيطرق بابه سائل، من بالباب؟ قال سائل، قال ماذا تريد؟ قال أعطني مما أعطاك الله. قال لا أجد ما أعطيك. قال أتردني خائبا؟ قال انتظر. فرجع خلف الباب وله بردة على جسده رضي الله تعالى عنه، فنزع هاته البردة وقد أعطاها لهذا السائل، وبقي في بيته معتزلا لا يجد ما يستر به عورته، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج إلى رسول الله على غير عادته، تخلف عن مجلس رسول الله، فقالوا لا يجد أبو بكر ما يستر به عورته، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن ثياب زائدة في بيته فلم يجد ذلك، فجيء له بقطعة خيش. خيش نعم خيش، سبق وأن ذكرت لنا هذه القصة، يعني نتذكرها. قطعة خيش، فأخاطها بشوك النحر أو بعظم، ثم بعد ذلك خرج يمشي مشية العذراء استحياء أن تنكشف سوءته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في حضرة النبي، وإذا برجل يرتدي نفس ثياب أبي بكر الصديق، يطلع على ذلك المجلس خيش أخاطه بشوك، فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، صاره قليلا في أذنه، ثم بعد ذلك انصرف. كان سيدنا جبريل أكيد. نعم. أخبار، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من الزائر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاءكم على هيئة أبي بكر الصديق، وأخبرني أنه لا يوجد ملك في الأرض ولا في السماء إلا وقد تزين بزينة أبي بكر الصديق، ويا أبا بكر ربك يقرئك السلام ويقول لك يا أبا بكر إني راض عنك فهل أنت عني راض؟ قال فبكى الصديق وحق له أن يبكي، وكيف لا يبكي ومن خاطبه الجليل بهذا الخطاب، وقال ربي أنت عني راض وأنا عنك راض، ربي أنت عني راض وأنا عنك راض. نعم، رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. شعرت الأبدان فضيلة الشيخ، والله كلها قصص وعبر، إن شاء الله تكون كعبر وكقدوة لمجتمعنا هذا. للأسف يقولون لي أن مدة فقرتنا يعني راهي في الختام، المدة كملت. فنشكرك فضيلة الشيخ أكيد على كل هذه المواقف النبيلة والجميلة اللي كنت ذكرتها لنا، وإن شاء الله نقول أنها تكون قدوة، وأن تكون هذه الصحبة للناس اللي ما يعرفوش قيمة الصداقة وقيمة الصحبة ما هي فضيلة الشيخ. ولو سمحتي قصة أخرى ختامية وليست بأبي بكر الصديق. نعم. فقط للمشاهد الكريم صفح. أن هذه الصحبة تقربك إلى الله عز وجل. يكفينا قصة في القرآن الكريم نقرأها جميعا ونعلمها، ولكن ربما لا نتفطن إليها، في سورة الكهف، كلب صاحبة. نعم. فتية آمنوا بالله فذكر في القرآن وكانت منزلته ومكانته في الجنة. فصحبة الصالحين تقرب من الرب وتبعدك عن، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه رفقاء سوء. فندعو الله عز وجل لشبابنا وأبنائنا أن يرزقهم الصحبة الصالحة التي تعينهم وتوفقهم لما فيه الخير والصلاح إن شاء الله تعالى. آمين يا رب العالمين. قبل أن ترفع على مسامعنا هكذا دعوة جميلة في هذه الصبيحة، أود أن أقول ألف مبروك لابن أختك، ابنة أختك فضيلة الشيخ، لنيلها شهادة البكالوريوس. يلا نديروا لها إهداء المباشر. كوثر مختاري، ابنة أختي، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أبناء الجزائر كلهم. ألف مبروك الأخت كوثر.
آمين. ربي يبارك فيكم إن شاء الله، وربي يبارك من جميع المسلمين إن شاء الله، وأبناء الجزائريين كلهم ربي يفرح ويدخل فرحة على قلوبهم إن شاء الله تعالى، وربي يوفق الجميع وكل من يتابعنا الآن. نسأل الله عز وجل له صحة وتوفيقا وبركة وتسديدا إن شاء الله تعالى، والمرضى الذين هم في سرير الفراش نسأل الله عز وجل لهم شفاء من كل سقم ومن كل داء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ وطننا الجزائر، اللهم احفظ الجزائر وأهلها، وبارك في حدودها وملأ سدودها وألف بين أبنائها إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آمين يا رب. سبحانك يا رب، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا. نلتقي بحول الله تعالى غدا بإذن الله تعالى، إذا كان للعمر بقية إن شاء الله. هو موضوع جديد، نخليه الموضوع مفاجأة لغد، غدوا نقولوا لهم الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. شكرا، يومك مبارك. آمين. وسعيد فضيلة الشيخ. شكرا لك. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم مع صباح الخير يا جزائر من وهران. فقط أود أن أحيي كل فرقة تقنية اللي حاضرة معنا، رغم ارتفاع درجة الحرارة إنها واقفة، كل هذا الشيء من أجلكم أنتم مشاهدينا لنقل كل المباشرات وكل البرامج عبر قنوات التلفزيون الجزائري.